مساء الخير، اليوم بنشرح هذا الجدول من سلسلة شرح الجداول المملة من كتاب ستيب 1 First Aid Step 1. ازاي حبايبي متابعيني؟ انا اليوم سويت هاي الكيكة حلوة مو؟ احمد شو رايك بالكيكة اللي انا طبختها؟ شكلها حلو؟ جداول استوجت ناديك. أول خطوة نعملها عشان نشرح هذا الجدول، نجيب سلة ونشيل الجدول نرميه في سلة الزبالة. طبعا هتقولوا ليش وكيف هذا الجدول مهم واحنا بنحاول نحفظه والجدول صعب وما بعرف شو، بس خذوها قاعدة يعني واحنا بندرس ما بحياتك، يعني تحت أي ظرف من الظروف، حتى لو كان دخلوك غرفة وقعدوا يعذبوك وقفلوا النور ورموا عليك كلاب في الأوضة والكلاب هتاكلك، ما بحياتك أبدا تحت أي ظرف من الظروف تمسك هيك جدول وتحفظ. أنا جاي عشان أقول لك كلمة واحدة، اتق الله. سام طالع نازل طالع نازل، لا هذا ما تأثر، لا هون طلع هون نزل. إحنا نجي على كل مرض من هاي الأمراض نجي على الصيادة. إحنا اليوم هنشرح أول إشي، إحنا اليوم هنشرح الصيادة فقط، كل مرة نشرحهم بعدين تكون هاي المعلومات عندنا سهلة، يعني هاي المعلومات اللي هنا تكون سهلة جدا. أول معلومة أنا أفهمها في الصيادة هي اسم، أنا بسميها صيادة الصراحة، ما بعرف إذا في حد هيك بيسميها ولا أنا مألفة الاسم ولا الاسم هيك موجود، والله ما بعرف، بس هي اسمها Syndrome of Inappropriate ADH Secretion. يعني الـ ADH هذا الأخ هون الأخ الجميل الـ ADH يفرز بكميات خرافية، inappropriate ADH secretion، فهي المتلازمة اللي فيها هرمون الـ ADH يفرز بكميات خرافية بكل بساطة هي هاي. طيب أنا الآن عرفت اسمها، بدي أعرف هو الـ ADH شو بيعمل. الـ ADH هنا بهذا المرض الـ ADH يفرز بكميات كبيرة، طيب هو أصلا الـ ADH شو بيعمل؟ الـ ADH شغلته أنه يعمل reabsorption للماء، اي مي موجود في الجسم يعمل له اعادة امتصاص ويبقيه في الجسم، اعادة امتصاص ويبقيه في الجسم، ما بيخلي واحد يروح للحمام، ما حدا بيروح للحمام. الـ ADH هو اختصار لكلمة انتي دايوريتك هرمون، الهرمون المضاد للذهاب الى الحمام، انت مش هتروح للحمام لما الـ ADH يكون عالي عندك. الان في عندنا اسباب للصيادة، في اسباب للصيادة، هل انا الان حافظة هذه الاسباب؟ يعني لو اجى واحد قال لي والله منال تعالي عددي لي اسباب حدوث الصيادة syndrome of inappropriate ADH secretion، هل عددتهم ولا ما عددتهم؟ ما عددتهم، انا مش حافظتهم، مش امتحان شفوي، المعادلة الامريكية مش امتحان شفوي، ما تجي هيك تحفظ الاسباب، يعني هي مش امتحان شفوي، ما حدا هيقول لك تعال عدد لي، ما في تعداد. بس هل انا بعرف الاسباب؟ بعرفها. كيف عرفتهم؟ انا الان احكي لكم كيف. شايفين هنا مثلا في المالجنسي، في المالجنسي هون سمول سيل لاين كانسر، انا بعرف انه سمول سيل لاين كانسر بتعمل صيادة، وبعرف انه سمول سيل لاين كانسر بتعمل لامبرت ايتن سيندروم، انا بعرف هاي المعلومة. من وين عرفتها؟ عرفتها عشان انا دارسة السمول سيل لاين كانسر، انا دارسة السمول سيل لاين كانسر فعارفة هاي المعلومة، ما عرفتها من الصيادة، انا عرفتها من سمول سيل لاين كانسر ان هي بتعمل صيادة. الدراجز انا هذولي بعرفهم من السايكايتري، انا بعرف الكربامازيبين والاساساراي والبتالين والمورفين، هذول من السايكايتري انا بعرف انهم بيعملوا صيادة، والبرين انجري ممكن الانفكشنز والهايبوثايرويديزم، انا عارف هاي المعلومات. انا ما اجي اسباب حدوث الصيادة، اسباب حدوث الصيادة دراجز مالجنسي برين انجري انفكتد، لا لا لا
الموضوع أبسط بكثير من هيك، ما تجي تمسك أسباب السعادة وتحفظهم، لا. كنا قبل شرحنا موضوعين، في موضوعين أنا بدي إياكم لما تدرسوهم تدرسوهم مع بعض. إحنا عندنا مشكلة في الـ ADH، ففي مرض الـ ADH فيه قليل، ما في ADH يعني. ها استنوا أكتب، بالله عليكم تقرأوا هاي الشخبطة إنه هي ADH، أوكي؟ مش عارفة أكتب ADH. في عندنا مرضين، في مرض الـ ADH فيه قليل اللي هو الديابيتس انسيبيدس، واحنا شارحينه بالتفصيل وشارحينه بالمقارنة مع البرايمري بوليدرسيا، وهو حلو. وعندنا السيادة اللي هو الـ ADH بها مرتفع بكميات خرافية، تمام؟ احنا اتفقنا انه الـ ADH، الـ ADH ما بيخليك تروح للحمام، انت دايرتك ما بيخليك تعمل دايريسس، ما بيخليك تروح الحمام. طيب هذا الاخ ابو الديابيتس انسيبيدس هو ما عنده ADH، حرام، ما عنده ADH. وفي عندنا نوعين احنا كنا شارحين، نفروجينيك او سنترال، بس ملخصه، ملخصه الخلاصه تبعته انه تبع الدايابيتس انسيبيدس ما عنده ADH. فهذا بما انه ما عنده ADH هيقضي حياته بالحمام، هو يقضي حياته بالحمام، يشرب يعني قطره مي يروح يطلعها، يشرب قطره مي يروح يطلعها. فعنده في شيء اسمه بوليوريا، بوليوريا طبعا انا مش عارف اكتبها، فبي يعني بوليوريا، اوكي. وبوليدبسيا عطشان، كل شيء بيدخله بيطلعه، كل شيء بيدخله بيطلعه، تمام. حلوين حلوين. هذا مين؟ الدايابيتس انسيبيدس ما عنده ADH، فهو قاعد في الحمام، عنده بوليوريا، كميات يورين خرافية، ما بيصير تركيز اليورين. الـ ADH شغلته انه يعمل اعادة امتصاص للمي، يعني المفروض لو هذا هو شغال، هاي المي اللي طلعت هو المفروض عملها اعادة امتصاص وبقاها في جسمه في كميات معقولة، بس هو ما عنده الـ ADH فما في اعادة امتصاص، اللي بيشربه بيطلع، بيشربه بيطلع. حلوين. هذا مين؟ دايابيتس انسيبيدس. نجي على السيادة، السيادة هو عنده ADH بكميات خرافية. فانا الان هسألكم، هل هذا تبع السيادة هيروح للحمام؟ تبع السيادة هيروح الحمام؟ هو كل المي اللي شربه خزنه في جسمه، كل المي اللي شربه بقى في جسمه. طبعا هاي الصورة رائعة، مش انا رسمتها، موجودة على جوجل، الصورة هي خرافية يعني، اللي رسمها فنان. هل هو بيروح الحمام؟ لا ما بيروح. طيب لو راح للحمام هيطلع لي اليورين مركز، اليورين جدا مركز، عشان هو كل المي جوا، كل المي وين؟ جوا. معلومة الان هحكيها انتوا احفظوها يعني هتفهموها، دايما بيقولك سيروم اوزمولاليتي، يورين اوزمولاليتي، بلا 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 بلا. شو قصده بالسيروم واليورين اوزمولاليتي؟ انتوا ما تحفظوها هيك، سيروم اوزمولاليتي، استنى اجيب لكم الصورة. عند الان هشرح لكم شو يعني سيروم اوزمولاليتي وشو يعني يورين اوزمولاليتي، وانتوا هتفهموها يعني. انا اللي بيهمني ان انتوا تكونوا فاهمين، ما مش تيجي تعددوا لي اسباب السعادة يعني، يا حالاتنا واحنا بنعدد اسباب السعادة بس مش عارفين نشخصها، تمام. فالان هو بيقول لك، الان انا هسالكم، هل هذا اليورين، هذا اللي هنا، هذا اللي هنا، هل هذا اليورين مركز ولا خفيف؟ هذا هو قطرة يورين طلعت، هل هي مركزة ولا خفيفة؟ هو كل المي جوا فهي طلعت لي قطرة، اليورين اللي هنا طلع مركز جدا. فلما يكون اليورين مركز انا بقول عليه increased، مرتفعة اليورين اوزمولاليتي، اوزمولاليتي تبعت اليورين مرتفعة. طيب لما اجي اسألكم، تعالوا يا جماعة قولوا لي، هل السيرم اوزمولاليتي هنا شنو وضعها؟ هل السيرم يعني الدم، هل السيرم اوزمولاليتي هنا عالية ولا قليلة؟ فهي قليلة هنا، هو كله مي، معبى مي، خفيف الدم يعني، فرضيا نفرض ان الدم ما تصار خفيف لان مخفف بالمي، فالسيرم اوزمولاليتي قليلة. طب نجي على هذا الاخ، هو طلع كميات خرافية من اليورين، فانا الان هسألكم، هل هذا اليورين مركز ولا خفيف؟ هتقولوا لي خفيف، اليورين خفيف وكل اللي شربه طلعه، ما في لا إعادة امتصاص ولا بطيخ. وأجي أسألكم السيرم أوزمولاليتي تبعته، كيف السيرم أوزمولاليتي؟ تقولوا لي والله السيرم أوزمولاليتي هو أصلا كل اليورين طلع في دمه تخين، دم تبعه مش تخين، ما بيشتمه يعني، إنه دم تقيل مركز، والصوديوم عالي عنده في الدم، هذا الصوديوم كان عنده قليل في الدم. حلوين حلوين. الآن بيقولك كيف تشخص السيادة؟
اول شيء احنا اتفقنا قلت لكم السيرم اوزموناليتي سيرم، هل دمه تبع السياده خفيف ولا مركز؟ فاحنا اتفقنا انه خفيف، فالخفيف هاي الخفيف هاي بلغه المعادله يقول لك لما يكون السيرم اوزموناليتي اقل من 275، فهيك معناها انه خفيف. تمام. طب احنا كنا سالنا قلت لكم هل اليورين تبعه مركز ولا خفيف؟ هو طلع قطره يورين، قطره، هي هاي القطره لما اجي نفحصها هتكون مركزه ولا خفيفه؟ مركزه، سوري، تكون مركزه. احلى اشي بشرح لكم بعطيكم معلومات غلط. الساعه الان صارت 2 بالليل، بس ما عليه، يكون اليورين مركز. انتم دائما تذكروا هاي الصوره، فتفتكروا هاي الكوبايه فيها قطره يورين، الكوبايه فيها قطره يورين، فقطره اليورين هاي بتكون مركزه. تمام، هاي قطرة اليورين اللي انا اللي طلعت عندي لما اقيس فيها الصوديوم يطلع الصوديوم فيها اكثر من 40. هاي المعلومة جدا جدا مهمة، جدا جدا مهمة. وفي نورمال رينال فانكشن والصوديوم عنده اقل من 135. الصوديوم عنده انتم تفتكروه انه عشان هو خفف الدم تبعه فالصوديوم صار قليل، اما هذا مركز والصوديوم عنده عالي. طب لو اجاني واحد، اليورين اوزمولاريتي تبعته، اقل من 100 خفيفه اليورين، هل ينفع اقول عليه سياده؟ احنا اتفقنا انه سياده يطلع قطره يورين وتكون مركزه، فهي غلط. هايبرجلايسيميا بوليديبسيا وبوليوريا وسيفير هايبرليبيديميا، هاي الاعراض كلها مش موجوده في السياده، واحنا الان فاهمين ما في داعي اصلا، يعني هاي ما بتهمني، يعني مش قصتي انا، بما ان انتم فهمتوا شو يعني سياده فالباقي كله عندكم سهل وهين. كيف نعالج السياده؟ السياده اول خطوه ريستريكت فلويد، ما اقول له يا حبيبي لا تشرب مي. لو الاعراض استمرت وهو عنده سيمتوماتيك هايبوناتريميا، الصوديوم عنده اقل من 120 وبدا يعمل له اعراض، اعطيه اي في هايبرتونيك سالين. لو هو عنده سيفير سياده يعني الاي دي اتش يفرز بكميات خرافيه، فانا هعطيه في شيء بيعاكس عمل الاي دي اتش، اي دي اتش انتاغونست، شيء بيعاكس عمل الانتاغونست معناها بيعاكس عمل الاي دي اتش. وانتم اقراوا الاسماء عشان انا بدل ما اقراهم اقعد اضحك دائما ما بيطلعوا معي. الكرونيك سياده بعطيه ديموكلوسايكلين، هذا بعرف اقوله، ديموكلوسايكلين. كمراجعه خفيفه للسياده اللي هي واحد، بما انه الاي دي اتش بيفرز بكميات خرافيه فبيحصل اعاده امتصاص الماء من الرينال كولكتنج داكتس، بما انه حصل اعاده امتصاص الماء كله رجع على الدم فالدم الفوليوم تبعه زاد، حجم الدم زاد، هذا بيؤدي الى زياده الجي اف ار جلوميلر فلتريشن ريت، الفلتريشن اللي بتصير في الكليه، وهيستمر اعاده الامتصاص فيؤدي الى انه اليورين يطلع مركز، هايلي كونسنتريتد يورين. اتفقنا كم تركيز اليورين؟ هاي اتفقنا انه اليورين مركز لدرجة انه اكثر من 100، تركيز اليورين اكثر من 100 والصوديوم عندهم في اليورين اكثر من 40. احفظوا هاي الارقام. واتفقنا انه الصوديوم عنده قليل عشان هو مليان ومعبى مي، فتخيلوا انه هو تخفف، والبلازما اوزمولاليتي قليلة، احنا قلنا يعني احفظوا انه لو سيرم اوزمولاليتي معناها انه الدم خفيف. شايفين هذا الجدول كان كاتب لكم فيه الدوستيرون، وكاتب لك البلازما رينين، فاحنا الان هنفهم في هذا الجدول شو مال الالدوستيرون، ليش الالدوستيرون قليل، ليش وليش البلازما رينين قليله. فالان هسه راح نشوف، الان لازم نعرف احنا شنو وظيفه الالدوستيرون. الالدوستيرون شغلته يريجليت السولت اند ووتر بالانس اوف ذا بادي، شغلته يحتفظ على الاملاح والماء توازنهم بالجسم عن طريق زياده الريتنشن اوف صوديوم والماء، يزود الريتنشن مالت الصوديوم والماء يعني بقيهم عندنا بالجسم، ويطرد لبرا البوتاسيوم. هاي وظيفه الالدوستيرون، يبقي يحافظ على الصوديوم والماء ويطلع لبرا الصوديوم البوتاسيوم، يطرده لبرا. طيب هسه احنا فهمنا ان احنا الالدوستيرون يحافظ لنا على الصوديوم والماء بالجسم ويطرد البوتاسيوم. طيب لو الالدوستيرون، ليش الالدوستيرون قليل بالسياده؟ ليش لان السياده احنا قلنا الحجم مالت الدم يكبر، قلنا يؤدي الى فوليوم اكسبانشن،
ذكر الولد المنفوخ، شايفين هذا، شايفين هذا الولد المنفوخ دايما تذكروه. هو ليش منفوخ؟ معبى مي، فهذا سوانا volume expansion، يعني الولد منفوخ. which is known to decrease the activation of renin-angiotensin system، الراس system. فارتفاع ال volume expansion يؤدي إلى decrease the activation of the renin، thereby reducing الانجيوتنسن تو ستيميليشن، فقلل لنا تحفيز الانجيوتنسن على الادرينال الدستيرون سكريشن، كله بسبب زياده حجم، كله بسبب الفوليوم اكسبانشن. وقف لنا الرنين، قلل الاكتيفيشن مال الرنين، وهذا يؤدي الى تقليل الستيميليشن مال الادرينال الدستيرون سكريشن. فانا كنت فهمت الان ان الرنين قليل في السعاده لان الولد منفوخ، دائما اذكروها، الرنين قليل لان الولد منفوخ، والالدوستيرون قليل لان الرنين انجيوتنسن سيستم ما عمل له تحفيز. تمام، هذا اول معلومه بالجدول احنا درسناها. ان شاء الله بالفيديو القادم نشرح هذول الباقيين. شكرا شكرا. بس انا مستحيل اجيب وانا مش فاهمه مين يعني شو سياده، يعني شو برايمري هايبر الدوستيرونيزم، شو يعني الليدل سيندروم والجيتل مان وبراتر، كل هاي البطيخات هذول ما بعرفهم، فكيف اجي احفظ التغييرات اللي صارت عندهم؟ هذا الجدول ممكن بالاخير تشوفه، تجيب هيك جنبك نقريش فستق ولوز وجوز وتقعد تاكلهم وتطلع على هذا الجدول. طبعا انا الان عم بسجل اليوم 14 ماي 2022، الان الساعة 1 بعد منتصف الليل، شربت قهوة عشان اعرف اسجل هاي المحاضرة، وانا ما بشرب قهوة. هاي نبتة الفل. أحمد يا هول أحلى صوتي لو صوت هاي اللي تغني نور تجلى، صوت منو أحلى؟ صوت. الله، شكرا حبيبي. صباح الخير ورودي جميلة. صباح الخير. هذا الفول بدأ كله يفتح.